مصيبة وانتشرت، موضوع سب الدين. بلاقي أطفال صغيرة بتسب الدين، أطفال 6 سنوات و5 سنوات بيسبوا الدين. في بنات بتسب الدين، بنات بتسب الدين. شوف كده وتأمل، النبي عليه الصلاة والسلام ظل يدعو إلى دين الإسلام 23 سنة متواصلة، من سن 40 إلى سن 63، 23 سنة. تحمل النبي صلى الله عليه وسلم الإزاء والعناء والتعب والجوع والعطش وحروب. قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصل إليك هذا الدين على طبق من ذهب. كم مات من الصحابة العظماء وكم استشهد من أجل أن يصلك هذا الدين، وانت قاعد في بيتك مرتاح تحت المروحة وتحت التكييف بتسب الدين لأخوك أو بتسب الدين لواحد صاحبك بهزار. ينفع؟ ما ينفعش، حرام عليك. بسب الدين تخرج من دين الإسلام، حضرتك بتخرج من دين الإسلام. الموضوع مش سهل، الموضوع خطير جدا، فكر فيه. عاوز أقول لك إنه الرجل اللي بيعبد الأصنام واللي بيعبد بوزة واللي بيعبد حتى الشيطان لا يسب الشيطان، فعيب. طب نعمل إيه ونتوب إزاي؟ باب التوبة مفتوح، وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مادام الإنسان رجع إلى الله وتاب ربنا يقبل التوبة. طيب أعمل إيه؟ أنا كنت بسب الدين كتير بس أنا هبطل من بعد الفيديو ده، هل ربنا سامحنا على اللي فات؟ نعم ربنا سامحك. كل ما عليك يا صديقي العزيز، اذهب وتوضأ وصل ركعتين توبة إلى الله سبحانه وتعالى وقل يا رب عاهدتك ألا أسب الدين مرة أخرى، واعلم تمام العلم إن الله سبحانه وتعالى سيقبل توبتك. ولكن انوي من الفيديو ده إن أنت مستحيل تسب الدين تاني، وعلم أولادك مستحيل يسبوا الدين، وقول لأصدقائك إنه ما يسبوش الدين. انشر الفيديو ده، كل واحد هيبطل سب الدين بسبب الفيديو ده هيكون في ميزان حسناتك. شير الفيديو على قدر ما تستطيع لعل الشباب يسمع الفيديو ده ويمتنع، وما عليك إلا البلاغ. والسلام عليكم.